السلام عليكم الاخوان متتبعين صفحه مراد باش وقناه مراد باش. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت درت واحد حصه ديال الجران هنايا في مصيد رملي كاين الرمله، واستعملت واحد الشيك ديال 28 غرام. بما انه هذا الوقيته ديال الصيف كنقولوا بان البيره كتبدا تبان، والحمد لله جاب الله تيسير في واحد البياسات بهذه الصفيحه هذيك. ها هما هذاك الشيء اللي مشقد اللي شديت، فاجعل البركه البياسات ما بيهمش، مشاو لي اربعه البياسات اخرين حيت فما رطب بزاف دغيا دغيا كتساس منا. كاين حتى الكلفوت صغير واحد الدرعي صغير حتى هو، ولكن هذاك طلقناه بطبيعه الحال. واحد النصيحه الاخوان اللي بغى يصيد على البيره، فاش تضرب عليك هي نورمالمون كتبقى تنقص فوق الماء، كتبقى تنقص فوق الماء هي. الا كنتي داير الماء ولا شي حاجه خاصك ديما تميلها الكسبه لتحت وبدا تجمع. الا ميلتي لها الكسبه لتحت راك بحال هي كتشد الارض، الا وقفتي لها راه كتقطر، وفي ديك اللحظه هي اللي كتمشي منا. انا كما قلت لكم شوري اربعه ديال البياسات ما كتقدرش، خاصك تخرج مخرجتها على برا باش تشدها، حيت فيما كتبغي تشدها كترش منها. انتم راه الفم ديالها رطب بزاف ماشي بحال الدرعي. المهم الله يجعل البركه، اربعه البياسات الحمد لله، ولكن كلشي على التقويصه. هذا ما كاين كما قلت لكم صفيحه ديال 28 غرام، لاتريس 18، ترقيع 40، صبا 3 متر، والماكينه 4000. كان الصباح مع ديك 5 ونص الخويا، دابا فاش خويا بحال بزاف بحال هزات كنتابع شي سرح، يمكن كنتابع على نشوبه. هذا ما كان، ما تنساوش ديروا ابوني والجرس باش ديما يتبعكم يوصلكم الجديد. السلام عليكم، الله يحفظكم.